السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد لأم عبدالله في البيت. والنهاردة هعمل لكم المسقعة من الآخر. المكونات كالآتي: بطاطس مقلية صوابع، بتنجان مقطع شرايح بالطول، والبتنجان اللي أنا بستعمله مش الرومي، البتنجان ده بقطعه ورش عليه شوية ملح وبعد كده بقليه، قرنين فلفل أو ثلاثة زي ما أنت عايزة، وقرن فلفل مقطع شرايح ومقلي، كوباية صلصة طماطم أم عبدالله، بصلة، 3 فصوص ثوم مبشور او مفروم، معلقه صغيره من الفلفل والملح والكمون والسكر وزيت، ونحط شويه زيت على البصله والثوم وتشوح على النار تشويحه بسيطه. شوحنا البصله مع الثوم على النار ونحط عليها صلصه ام عبد الله، واللي مش عارفها يرجع لها تاني، ونحطها على النار تغلي غلوه واحده. بعد ما شوحنا البصله مع الصلصه نحط كوبايه ونص ميه ونغليها على النار، وهي بتغلي نحط عليها التوابل. بعد ما غلت هحط عليها البطاطس والفلفل وبتنجان ونقلبها، ونرجع نحطها على النار تغلي غلوتين ونطفي عليها النار. وكده نكون خلصنا المسقعه من الاخر على طريقه ام عبد الله في البيت. وما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك لو الفيديو عجبكم، وشيره مع غيرك علشان الكل يستفيد.